الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير. سيد أحمد، هل لك أن تصف لنا ما يجري الآن في السويس؟ ما يجري الآن في السويس هو أمر يخرج عن حد التصور، لا بالمنطقي ولا بالعقل. ما يحدث من السويس الآن هو عبارة عن حرب شوارع حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معاني. الآن ميدانيا على الأرض عشرات المسيرات والمظاهرات تطوف في شوارع السويس. الآن لدينا عشرات من الناس ملقاة على الأرض وبين قتلى وبين مصابين. لدينا إحراق لمقرات حي الأربعين ونقطة شرطة المثلث، ولدينا إحراق لمقر الحزب الوطني بالأربعين. لدينا على الأرض نوعا من أنواع العنف غير المسبوق. لدينا شرطة تضرب بالرصاص الحي والرصاص المصافي من الأمس. حصرنا حتى صباح اليوم 4 قتلى، اليوم يتعدى هذا الرقم أضعافه بكثير. أضعاف هذا الرقم بكثير. هل هذا فقط سيد أحمد فقط من خلال مشاهداتك عن هذه الأرقام، أم لديك أرقام ربما مثلا من مستشفيات أو من جهات ربما موثوقة أكثر؟ الوضع مملوء بالفوضى التي لا تسمح بأن تحصل على أرقام حقيقية. الوضع خارج السيطرة ولا يمكن القياس عليه بشكل منطقي. لدينا حالة ميدانية عن الأرض من العنف غير المسبوق لدى الإقامة به أجهزة الأمن في السويس. احنا التظاهر استمر بالامس من الساعة 12 حتى الساعة 6 وربع. عشرات الالاف من مواطني السويس خرجوا في مظاهرة من ارقى انواع المظاهرات السلمية. 6 ساعات وربع تجوب الشوارع، لم يحدث القاء صوبة واحدة، لم يحدث القاء حجر واحد، لم يحدث ان لوح زجاج واحد قد تم كسره. لغاية 6 وربع واحنا بنقود المظاهرات في السويس، مظاهرات سلمية تتحدث عن ضرورة رحيل مبارك وعن ضرورة احلال نظام سياسي جديد واصلاحات سياسية. 6 وربع بدأ الامن يشتبك مع المواطنين اشتباكات خطيرة جدا. خرجت السياسة من الامر وتحول الامر الى عنف متبادل. هذا العنف المتبادل ده تم الضرب فيه بالرصاص الحي والمصاصي. طيب، محافظات الجمهورية كلها لم يستخدم فيها الرصاص الحي الا في محافظة السويس. ارجوك اسمح لي، نحن نناشد العالم، نناشد ضمائر العالم الحر كله. طيب، ما يحدث في السويس هو جريمة. على كل نكتفي بهذا القدر، ادركنا الوقت. سيد احمد الكيلاني عضو الامانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير كنت معنا من السويس، وقبله كان معنا الزميل سمير عمر من القاهرة.